هلأ ليا بننتقل لفقرتنا التالية. يرغب الكثير من الأهالي تنمية ذكاء أطفالهم في سن مبكرة واكتساب مهارات ومعارف تساعدهم على تنمية مهاراتهم في مختلف المجالات، تجعل الكثير منهم يسمعون لتعليمهم الحساب الذهني. بالآونة الأخيرة شفنا مسابقات كتير وأطفال عم يشاركوا على مستوى المحافظات ومستوى القطر. هي التقنية بتعزز الثقة بالنفس والحفظ السريع وتقوية الذاكرة. للحديث عن الحساب الذهني وأهميته وأهدافه وتأثيره على شخصية الطفل، راح نستضيف السيدة نسرين نقور والطفلة سهام طلايعي. سعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح النور، سعد صباحكم. أهلا وسهلا. صباح الخير. بالبداية خلينا نتعرف ونعرف المشاهدين عن الحساب الذهني، عن انتشاره بالآونة الأخيرة بين الطلاب. قديش بيهون الحياة، قدي بيهون الدراسة، قدي بيهون يمكن يكون عنده الطفل سرعة بديهة وذكاء أكثر، بيعمل تدريبات للعقل. تمام. الحساب الذهني هو عبارة عن عملية عقلية أو رياضة عقلية يقوم بها الدماغ البشري دون استخدام أي وسيلة مساعدة. يعني الدماغ البشري قادر أنه يعطينا أي نتيجة دون استخدام ورقة، قلم، آلة حاسبة، جهاز إلكتروني. هذا الشيء كتير ساعد الطلاب، ساعدهم بتحصيلهم الدراسي، ساعدهم بحياتهم اليومية بشكل أسرع، بنتائج رائعة، بتحسين ذاكرة طويلة المدى. إله كتير يعني أهداف عديدة وفوائد. تمام. طيب خلينا نحكي قديش يمكن الحساب الذهني مفيد للأطفال اللي عندهم ضعف في مادة الحساب. يعني في كتير مثلا أطفال تلاقيهم متميزين ببعض المواد، بس دائما في مشكلة عند الطفل تجاه الرياضيات. ممكن ينمي مهاراتهم أو يساعدهم في تقوية هيدا الضعف الموجود عندهم؟ تمام. هلا قوي برنامج الحساب الذهني هو موجود من آلاف السنين. هو عبارة عن بالأساس اخترع هذا البرنامج التدريبي للأطفال اللي عندهم صعوبات بالتعلم، لصعوبة بإيصال المعلومة لإلهم. فطبق عليهم البرنامج، جاب نتائج كتير عالية من سرعة بديهة، من مثل ما حكينا ثقة بالنفس، صار في إجاباتهم سريعة، فصار الطبق على باقي النماذج من الأطفال، فكانت النتائج رائعة عند جميع الأطفال، واستخدموه ببرنامج أساسي. ساعدنا المدارس كتير بتقوية شخصية الطفل، خاصة الطفل القيادي. صار الطفل هو مسؤول عن حاله، مسؤول عن نفسه، مسيطر على انفعالاته، من ردات فعله، التوتر، عدوانية، كتير يعني قوينا من شخصية الطفل. كتير أثرنا بطريقة تفكير الطفل كمان. نعم. خلينا ننتقل عن سهام. صباح الخير. صباح. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. أحكي لنا قديش صار لك يمكن عم تدربي على الحساب الذهني، قديش صار لك، كيف تعرفتي على نمط الحساب الذهني، وشو الشيء اللي جذبك فيه، وقديش هيك ضليتي فترة لحتى قدرتي إنك أنت تتأقلمي وتكوني عم قدام رفقاتك عم تواجهيهم؟ أنا بلشت الحساب الذهني من عمر 6 سنين. أنا كتير كنت أسمع عن الحساب الذهني إنه هو بنمي المهارات العقلية وبساعد على التركيز وبيعطي ثقة النفس للطفل كتير، وأنا كتير لاحظت هذا الفرق. إنه كنت حل الوظيفة كان ياخد وقت كبير، بعد ما تعلمت الحساب الذهني صار ياخد معي وقت صغير، وأنا كتير صرت ثقة بالنفس كتير عطاني كبيرة وتركيز. و كل مرة أنا بشارك بالمسابقات وبيطلع لي مركز، والسنة طلعت المركز الثاني على الجمهورية بفارق عن المركز الأول بسنة. كثير كنت أسمع عنه، والحمد لله أنه بفضل دربتي الآن سنسرين كثير عطتني معلومات كثير، يعني ساعدتني لوصلت لهي المرحلة. برافو. طيب يمكن حكيت نقطة كتير مهمة، إنه قديش تساعد الحساب الذهني بحل وظائف أو اختصار الوقت بالدراسة. قديش فعلياً يمكن الحساب الذهني اليوم انتشاره بالمدارس عم يعطي مساعدة كتير كبيرة للطلاب والأنساب؟ قديش عم يساعد بيمكن رفع مستواهم التعليمي، وقديش ممكن فعلاً يكون هو جزء من التدريس تبعهم؟ تمام.
هلق صارت معروفة نظرية آلية عمل الدماغ. الدماغ البشري مقسوم لنصفين مثل ما بنعرف، يمين ويسار، وكل قسم مسؤول عن شيء معين بيقوم به الإنسان. فنحن عم ندرب الطفل من طريقة عن طريق مهارات بالحساب الذهني. عمل بتدريب الطفل ما نو سهل، كثير بيستهلك وقت بأنه ندرب الطفل لمهارات عالية لحتى تنمى الخلايا العقل عند الطفل ويصير في عنده سرعة بديهة كثير عالية، سرعة بديهة كثير عالية، يصير عنده ثقة بنفسه. أثرنا كثير بعقل الطفل، صار في يعني قصرنا من الوقت والجهد اللي بيستهلكه الطالب كطالب دراسة. يعني لما بيكون كان الطفل ياخذ وقت بالحفظ مثلا، نحن صار الطفل يعني هو يلاحظ هاي السرعة. صحيح. وهذا الشيء الفرق، فصار في إقبال كثير من الأهالي لأنه هن لامسوا هذا الشيء، يعني لامسوه بأطفالهم. نحن ساعدنا المدارس بكثير بهذا الموضوع، يعني صار الطفل الحساب الذهني معروف من قبل الأنسات انه دغري مباشرة بلفت نظر الأنسات انك انت اكيد عامل حساب ذهني لهالمهارات العالية الموجودة عندك. تمام، خلينا شوي هيك نسألها لنسرين، خلينا نشوف كيف طريقة الحساب الذهني، وإذا فينا هيك نعلم شوي الناس عن الطرق الصحيحة بتعليم الحساب الذهني لكل حدا حابب يتعلم بس هو ما نو عارفان على أرض الواقع شو هو الحساب الذهني. خلينا نشوف كيف ونعرف ليش بنفسر للمشاهدين. تمام. هلق رح نسألها للطالب سهام أسئلة عن طريق، هلق هي بدها تجاوب فقط، هي عم تتخيل معداد، هي نحن طريقة التدريب بتكون على المعداد الأبكوس، نحن عن طريق هي فقط عم تتخيل المعداد وتجاوب. تمام؟ أوكي. لأنه هلق رح يلفت النظر أنه كيف عم تطالع هي الأرقام بسرعة كبيرة. خلينا نحسب معك نحن. يلا احسبوا معه بس شوف مين أسرع. مين أسرع؟ هي أكيد. يلا عداد افتراضي ابدأ. 44 55 ناقص 44 11 11 ناقص 22 11 11 ناقص 77 99 ناقص 90. ما لحقت تسجلي؟ قد ايه؟ 9. برافو. خلينا نعيدهم. 44 هلا انا ماني حافظه الشيء لانه انا واصله كمان لمهاره مثلي مثل الطفل قادره اتخيل معه، فتقلي عيد التمرين. لا مش عيد التمرين، نحسب فعلا 9 ولا لا؟ طيب خلينا نشوف شيء ثاني. طيب تمرين ثاني بيعطيكي تمرين ثاني بس اذا بدك تحسبي بدك اني انا ابطئ لك. اوكي يلا بدي ابطئ معك. لا ما بدي يعني لا خلص يلا تمام. جاهزه؟ يلا عداد افتراضي ابدأ. 41 3 ناقص 44 11 11 ناقص 22 44 55 ناقص 49 50. برافو. أسرع من الآلة الحاسبة. اي تمام. خلينا ناخذ كمان تمرين. يلا جاهزة؟ بس لحظة، 55 3 يعني زائد 3 طبعا. إشارة الزائد لا تلفظ. لا تلفظ ليه؟ لا تلفظ اختصار للوقت. للوقت صحيح. أوكي. يعني خلاص فقط إشارة الطرح اللي أوكي. بوقف عند الطفل. جاهزة؟ جاهزين؟ جاهزين. يلا 29 20 50 ناقص 44 11 ناقص 66 0. قدت لمعك صفر. لحقنا هون بلا الزائد انا صفر. برافو. يعني عم نشوف يمكن قدرات واستضفنا عبر صباحنا غير فعلا طلاب ابدوا مهارات عاليه بالحساب الذهني، وقلتي نقطه كثير مهمه، يعني انت كمان المتدربين عندهم مستوى كمان عالي ليقدروا فعلا طبعا. يتعاملوا مع الاطفال ويتدربوا معهم. كيف بيتم تدريب المتدربين؟ يعني طبعا. على اي اساس بيتم انتقائهم؟ كيف يتم تأهيلهم بشكل مستمر؟ لأنه هيدا الطالب على ارتفاع دائما بالمستوى، فهم كمان مش إنه بيوقف المتدرب عند نقطة واحدة، لازم كمان يكون مثل ما قلتي يعني على نفس المستوى وعم يلاحق الطلاب. تمام. هلق الحساب الذهني انتشر ونحن تابعين لمؤسسة علمني العالمية. الفئات المستهدفة هي الأمهات، المعلمات، خريجين الجامعات، لكل شخص عنده فضول يفوت بهذا البرنامج يشوف شو هو، شو تأثيره على حياته اليومية، على الطفل، على عقول الطفل. فبيتوجهوا اللي حابب يفوت بهيك برامج وهيك قصص بيتوجهوا لعنا على المراكز المعتمدة التابعة لمؤسسة علمني العالمية، وبيتم تدريبهم عن طريق حقيبة تدريبية.
تنعطى للمدرب كاملة من أساليب، من استراتيجيات، من طريقة التعامل مع الأطفال، لأنه هني بدهم يتعلموا كيف خبرات، كيف يقدروا يتعاملوا مع، لأنه هي عم يتعاملوا مع بيئات، مع عقول مختلفة، بيئات مختلفة، نماذج مختلفة من الأطفال. فهي كلها نحن بيتم تدريب المدرب عليها ليوصل للمهارة العالية بشكل مستمر. يعني في متابعة للمدرب؟ اكيد. بعد بياخذوا، بعد ما يخلصوا الحقيبة التدريبية بياخذوا شهادة مصدقة وصولا من المؤسسة، مشان عن طريقة بيقدروا يتابعوا الأطفال. تمام. بس نحن مثل إسا أنا مثلا صفتي مدربة ومعتمدة بتخريج مدربين، أنا متابعة لهم بعد التدريب خلال عملهم مع الأطفال، أنا متابعتهم، تقويم نقاط الضعف عند المدرب، لأنه المدرب إذا كان في عنده أي نقطة ضعف بتنعكس تلقائيا على الطفل. صحيح. تمام. خلينا نعرف طرق التعليم، يعني انه انت بتعدي هنا بيتخيلوا شو هو اللي بيتخيلوا المعدات. اوكي. بيتخيلوا المعدات، كيف فيهم يوم عن يوم يزيدوا الارقام، ناقص الزائد، خلينا هيك شوي نتعلم. تمام. هلا هي نحن متبعين منهاج معين في مستويات. يعني انا حابه اتعلم، بروح لعندك يعني كيف تعلميني اول شيء؟ تمام. اول بدايه الطريق. هلا كمدرب له تدريب خاص، واطفال لهم تدريب خاص. اوكي. تمام. مدربين بياخذوا الحقيبه التدريبيه كامله مثل ما حكينا، طريقه التعامل مع الاطفال، الخبره كلياتها، هي تقويم نقاط ضعفهم كلياتها نحن بنعلمهم عليها، شلون قادرين يقدروا فعلا هذا الطفل يطالعوا منه الشيء الاساسي اللي هدفنا من هالبرنامج نحن، تنميه عقل الطفل. اما كطفل لا، نحن طفل، نحن مثلا جبنا الاطفال، بدايه بيتم تحديد مستوى الاطفال، اعطاء كتب حسب اعمارهم للاطفال، حسب كل واحد حسب عمره، وبتبلش الآلية التدريب على المعداد. مهارات بيتم عن طريق المعداد تعليم الطفل، عن طريق الإبهام والصبابة فقط، مثل ما شفتوا سهام لما بتتخيل، عن طريق الإبهام والصبابة فقط بحركهم. طبق الآلية على المعداد، انتقلت هاي الآلية لأنه عن طريق أرقام، شاف الرقم تحول لصورة بذهنه وأعطاك الجواب. يعني هي عملية ما أنا سهلة. صحيح. يعني هي تدريب متواصل للطفل، يعني بكل درس في نفس الآلية عم تطبق على الطفل. يعني لما بيشوفوا، نحن بنحكي للأهالي لما بتشوفوا هذا الطفل وصل لهالمرحلة قديش أخذ وقت، قديش أخذ جهد لحتى وصل معنا. وفي هيك وقت بيكونوا كمان عدة أطفال، كيف بتقدروا هيك يعني الفصل بيناتهم، يعطوا جواب صحيح، حدا بيغلط بجوز ما بقى يحب الحساب الذهني. تمام. انتوا اليوم شو دوركم؟ كمان ما قادرين انتوا انكم تعطوا دروس برايفت لكل حدا، يعني تمام. لازم دروس هي جماعيه. هلا بالاساس هي لازم ويفضل تكون جماعيه، لانه نحن الحساب الذهني مو بس بينمي عقل الطفل، هو بيكسر حاجز الخجل. تمام. نحن عم نشتغل على قصص ثانيه، في العاب بالحساب الذهني نحن لازم مفروض نلعبها للطفل بكل درس. هي مجموعة من الأطفال بنلعب، يعني نحن بننمي الحس الاجتماعي عند الطفل كمان، التعاون، هاي القصص كلها بنلعب دور بشخصية الطفل القيادي. يعني طفل الحساب الذهني بيكون فعلا طفل قيادي، وصل لمرحلة الطفل القيادي. شو بنقصد بالطفل القيادي؟ طفل هو مسؤول، معتمد على نفسه، غير اتكالي، معتمد على نفسه بدراسته، هي أهم شيء. يعني هاي قصص، شلون انتي حكيتي سؤال نحن قادرين نفصل بين الأطفال، هاي مهمتنا كمدربين. مدرب مفروض يكون عنده مهارة عالية ليقدر يوصلها للطفل. سهام قد صار لك عم تدربي على الحساب الذهني؟ ست سنين. وكنتي بالمرتبة الثانية، هلا في مسابقة رح تشاركي فيها قريبا على مستوى الجمهورية، حابة تكوني بالمرتبة الأولى؟ ايه. يعني ست سنين بدنا نقول ليكون مستوى مثل مستوى سهام، أو قديه بده لحتى الواحد يعني حسب قدرات ومهارات الطالب لنقول إنه مستوى كتير عالي يوصل له؟ لا، هون في الأطفال بتختلف عن مستويات، أطفال بحسب القدرات العقلية. هلا كل الأطفال قادرين، ما في حدا عاجز، بس نحن شوي شوي بننمي القدرات العقلية. يعني تختلف القدرات هون بين الأطفال، ما فينا نقول ست سنين مرحلة كافية مثلاً، في أطفال بتاخذ أكثر، في أطفال بتاخذ أقل وقت، حسب الاستجابة والمهارات. تمام. طب هون بيختار لي إنه شو مين هن الأطفال يلي ما بيقدروا يتعلموا الحساب الذهني؟ أو مين هن
مين هن الاطفال؟ تمام هلا يعني في يمكن سلوكات محدده ما بتقدروا انتم كمركز او كمدربين انكم تضبطوهم، يعني بجوز اطفال كثير بياخذوا معكم جهد بس خلص بيفشلوا بالحساب الذهني. هلا بالحساب الذهني بالذات بعد ما صار هي القصص، لانه بالاساس هو برنامج اخترعوه للي عنده صعوبات تعلم، للي عنده توحد، اللي عنده مشاكل. فما بالك الطفل السوي اللي ما بيعاني من اي شيء، بنطالع فعلا طفل عبقري بكل معنى الكلمه. فنحن اكثر من مثلا اللي عنده توحد قدرنا، اللي عنده صعوبات تعلم قدرنا معه، اللي عنده تشتت فرط نشاط صار عنده قدرات. تمام. يعني هو اساسا يستهدف لي مثل ما قلنا، مثلا اللي عنده ضعف حساب، اللي عنده اساسا نقاط ضعف يتم استغلاله من خلال بس هيدا. الاطفال مثل ما طرحتي حضرتك، الاطفال يلي بنعاني منها هي الاطفال يلي بيكون مثلا ما في اهتمام من قبل الاهل. تمام، هي عم نعاني من هاي المشكله، انه مثلا في اهالي كثير مثلا انه بروحوا اولادهم على الحساب تقضيه وقت، او يعني مو ماخذين الموضوع بشكل جدي. فنحن بنتعب كثير على الطفل، بس لما ما بتلاقي في تعاون بين الاهل والمدرب هون بصير في خلل. اما الاطفال اللي بيكونوا الاهالي فعلا مهتمين وعرفانين بهذا الموضوع، بيطلع الطفل فعلا طفل نامي بقدراته العقليه ومتميز اهم شيء. وهي الهدف الاساسي من هذا البرنامج. قديش اليوم عم تحسي فيه له تاثير فعليا يعني من بين على الطلاب؟ يعني دائما نحن كنا نقول الطالب المدرسي بتلاقيه فعلا مثلا حتى اذا عنده مشاكل ببيت، خجول، متراجع بمدرسته، هون لا عم نشوف الجانب الاخر. يعني كمان له جانب اخر غير التعليم، هو تنميه قدرات الطفل. تمام. تنميه شخصيته، تقويه الطفل، لانه اساسا نحن في ظروف صعبه واستثنائيه، يعني 10 سنوات من الحرب يمكن ما في طفل ممر بشيء صعب واليم. فهذا كمان نقطه كثير مهمه تحسب للحساب الذهني ولهيدا البرنامج، ليمكن فينا نقول تعزيز الثقه بالنفس للطفل. تمام. اكثر هلا نحن من الاساس مثل ما انا بسمي لهم اياها، بقول لهم انه هاي الاطفال انا بسميها جيل الازمه، مثلا جيل صحيح. حرب كثير في عم يمر علينا، حرام فينا يعني للاسف على هي الكلمه، العقول مدمره عند الطفل، مو يعني مو ذنبه، هي الظروف يلي مرقت يعني هالسنوات اللي عشناها فخلت هي الشغلات تاثر بعقل الطفل. فكثير بتجينا نماذج خجل، خوف، عدم ثقة بالنفس كثير كبيرة، ضعف بالدراسة، ضعف حتى التعامل بحياته اليومية، كثير أثرنا عليه للطفل كثير. فنحن موضوع مو فقط موضوع دراسة، موضوع إنه أنت صرت ممتاز بتحصيلك الدراسي، أنا مو جاي أعلمك الرياضيات. هلق في أهالي بفكر إنه أنا ضعيف بالرياضيات، أنا جاي لا، نحن مو اختصاص الرياضيات، بس هني ما اكتشفوا العلماء إنه عن طريق العمليات الحسابية اللي عم بيحول الرقم لصورة بعقله يعطينا اياه، نمى الخلايا بدماغه صحيح. وصار اثرنا تمام، اثرنا بشكل تلقائي على الطفل صحيح. بسلوكيات التصوير البصري فينا نقول تمام، نحن عززنا فيه ونمينا الذكاء البصري، الذكاء الحركي، الذكاء السمعي، المهارات كلياتها عند الطفل. نعم. تمام، خلينا يلا نرجع لنسرين وناخذ تدريبات. سيهام. لا سهام عفوا يا كمان تمارين افتراضية. يلا سهام، جاهزة سهام على طول فورا. ايه تمام، بدك تحسبي معها لان يلا بحسب معها. 14-30 ناقص 44، 21-20 ناقص 41، 99 ناقص 55 ناقص 11. 33. برافو. كله عم يحسب بالاستديو. فينا ناخذ شيء تدريبات؟ حابه تفرجينا مهارات سهام؟ هلا سهام يعني مشتركة بشغلات كثير، بس نحن اليوم خصصنا للحساب الذهني الفقرة، يعني لو عارفين بدنا نتطور أكثر من هيك، إنه في شو عندها مهارات؟ ما شاء الله الروبيك بكافة أنواعه بتشتغله. حلو. إيه بتشتغل الروبيك، بتشتغل أصابع. كمان مهارات الأصابع. شو أصابع يعني؟ كمان من برنامجنا حساب عن طريق الأصابع فقط. ما فينا نشوف شو؟ بلا فينا نشوف. يلا سهام، 45 4 ناقص 19 جواب 30. 99 ناقص 24 ناقص 70 جواب 5. برافو يا سهام. قد ايه عمرك سهام؟ 12. 12. انت بتحبي انت صغيره هدول المهارات؟ يعني
بيكون دائما في كمان عنده خصال مميزه بعض الاطفال بيستغلوا بهيدا البرنامج. ايه تمام، هلا احنا بنكتشف مواهب الاطفال بهي من خلاله. تمام يعني خلص نحن اكتشفنا ميول كل طفل، صار الطفل يلي ميوله مثلا موسيقى لحاله نحن عززنا هذا الشيء فيه، اللي ميوله رسم، اللي ميوله غناء، يعني كثير نحن اكتشفنا مواهب بالاطفال. نعم يعني نحن اليوم كثير انبسطنا بالمهارات يلي قدمتوا لنا اياها لهالحساب الذهني. سهام نحن كثير بدنا نشكرك، موفقة كوتش نسرين نحن كثير اكيد بدنا نشكرك، وشكرا على الجهود يلي عم تبذلوها مع اطفالنا لحتى يمكن يكونوا دائما بتفوق وبنجاح بحياتهم. شكرا كثير لك، يعطيكم الف عافيه. شكرا كثير لكم، شكرا. واكيد نحن سعيدين فيكي سهام وفخورين فيكي، قديش في فعلا عندنا طلاب ومهارات عندهم قدرات جدا جميله رغم كل الظروف اللي مرينا فيها، فيعطيكم الف عافيه. ويعطيكم الف عافيه لكم الاساتذه اللي فعلا عم يشتغلوا ضمن طاقاتكم وفوق طاقاتكم، فينا نقول المتدربين عم يبذلوا مجهود كثير كبير لتنميه مهارات الاطفال. شكرا كثير لك. شكرا لك، شكرا لكم، يعطيكم العافيه.